لكن عندنا البنت كان عندنا حاجه اسمها ساينس بنوزس كان لها تو هورن ليفت ورايت، وقلنا كل هورن بيرسيف كام فين؟ 3 فين. حاجه اسمها كومن كاردينال من البادي، وفي حاجه اسمها بتلاين فين من اليوك ساك يعني الجط بمعنى اصح، وحاجه ثالثه اسمها ايه؟ الامبيليكال اللي جايه منين؟ في الامبريكاس او جايه من البلاسينتا. تمام؟ هناخد البتلاين فين. احنا عندنا في لوب من الانتستين كده او الديودينم، وبيجي لنا البتلاين فين سواء الرايت او الليفت. ادي الليفت وادي الايه؟ الرايت. بيعملوا الاسموز مع بعض، وبعد الاسموزس بيعملوا تو فينز، والتو فينز دول يتحدوا مع بعض. تمام؟ ويجي عندي منطقه هنا اسمها منطقه السبتم ترانسفيرسم اللي هو الفيوتشر ديافرام، يدخلوا جواه ويعملوا ساينوسويدز، وبعد كده يطلعوا بالسبتم ترانسفيرسم كده. طيب كده كونوا ايه؟ اول حاجه اللي دخل في الليفر اللي عمل الساينوسويدز دي يبقى كده مين؟ البورتال فين. والبورتال فين اتكون من سبلينيك وسبيريو ميزنت. تمام؟ بس خلي بالك هما داخلين اتنين ليفت ورايت، وطلعوا بواحد بس، طلعوا بالرايت. الرايت ده بيعمل ايه؟ الرايت ده بيشارك في تكوين الانفيريور فينا كده. يبقى احنا عندنا تاني، يبقى احنا عندنا ادي لوب بالانتستين او الديودين، وعندي تو بتلاين فينز ليفت وادي الايه؟ الرايت. بيعملوا تشانلز مع بعض كده وانسموز. بعد كده يكونوا لي تو فينز. ايه التو فينز دول؟ البوتر السبلينيك والايه؟ السبلينيك، وهنا ليه السبيريو ميزنتري. بعد كده يتحدوا مع بعض يعملوا لي ايه؟ البوتر فين. البوتر فين يدخل الفيوتشر ليفر عشان يعمل لي ايه؟ بلاد ساينوسويدز، وبلاس ساينوسويدز دي تتجمع في الاخر برايت فيت اللاين فين. الرايت فيت اللاين فين ده يشارك في تكوين ايه؟ الانفيريور فينا كده. تمام؟ ده فيت اللاين فين. يبقى كده بقى عندي ليفت فيت اللاين فين ماسك في الساينس بروسس، ولا رايت ولا ليفت، لان الرايت بقى انفيريور فينا كده والليفت ديسابير، لان احنا الساينس بروسس دي مرحله بدائيه في الاول، لكن بعد كده بيتكون لي واحده منهم تعمل لي وايت اتريوم وتعمل سي بي من كيفه. فدي مرحله بدائيه في الاول. في الاول كانوا ثلاثه فين ماسكين في الساينس بروسس، بس ليتر اون ما بقاش في كونكشن مع الساينس بروسس، لانها بقى كل في نفس الشانل هيبقى سي بي يو انت من كيفه، خلاص مش هيكون حاجات ثانيه. طب نيجي للامبليكال فين. احنا عندنا برضك هنرسم نفس الرسمه بتاعتنا، ادي اللوب بتاع الانتستين وادي الليفت فيت اللاين وادي الرايت فيت اللاين برضك، هيعملوا لنا ايه؟ الاسموز مع بعض، وادي الفيوتشر ليفر هيطلعوا بايه؟ تو فينز ويتحدوا مع بعض يعملوا ايه؟ ساينوسويدز، وفي الاخر ينتهوا فين؟ في الانفيريور فينا كيف. نيجي البلاسينتا داخل منها ايه؟ امبيليكال فين ليفت ورايت. تمام؟ الرايت امبيليكال فين ده بيحصل له ديجنريشن. تمام؟ ويكمل لي الليفت امبيليكال فين رايح للليفر. لما دخل الليفر لا هيخش في الساينوسويدس، وقصه كبيره طويله عليه، وهو شايل الاكسجين بلاد اهم حاجه، فعمل ايه؟ عمل شورت كات، عمل ضغط اسمها ضغطس بنوزس، اللي هي بتعمل ليجامنتم بنوزم بعد كده في القدم او في الليفنج يعني بمعنى صح. تمام؟
طيب بعد ما وصل الانفيبولي كافا خلاص بعدك ما بقاش في كونكشن في السانس بنوزس اللي فوق مع الامبليكال فين خالص، ولا بقى في ليفت ولا في رايت، مفيش كونكشن، لان في بقى في سيركيليشن ثانيه استابليش مكان القصه دي كلها. تمام، يبقى احنا عندنا الليفت والرايت في اللاين فين بيعملوا انستموز حوالين الانتسن او الديودينا، الديودينا ده يعملوا لي بوتال فين وسبيرو ومزنتريك اللي هيتحد يعملوا ايه البوتال فين، يدخل الليفر يعمل رابط سينوسويد ويطلع واحد ولا اثنين رايت وليفت، يطلع واحد بس مين هو الرايت اللي هيعمل جزء من الانفيوبري كيف. الانفيوبري كيف بيتكون من 3 بارتس وبعض الكتب 5 بارتس، احنا كنا خلال 3 بارتس كفايه. طيب والليفت امريكال فين ده طالع من الامبلايكس، عندي ليفت ورايت، الرايت ديجنريت والليفت مكمل المشوار، دخل الليفر لقى الطريق طويل عليه فعمل ايه؟ شورت كات، عمل دكتس بنص توصله مباشره على الانفيوبري كيف عشان يوصل البلد من الانفيوبري كيف، هيوصله فين؟ على الاتريوم، الرايت اتريوم، وهياخد الفيتا سيركيليشن هنشرحها في الاخر. نيجي بقى للكاردينال فين، هنا عندنا في كاردينال فين انتيريو، في عندي كاردينال فين بوستيريو، والاثنين مع بعض بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ كومون كارد. طبعا الناحيه دي ليفت، الناحيه دي بطل، ادي بطل ناحيه الرايت. قبل ما نرسم الرسمه دي هنفتكر الاناتومي بتاعنا، كان عندنا فين كده اسمه انترنال جاجولا صح، بيتحد مع سب كليفيان عشان يعملوا ايه ميكروسفال، ده الليفت، وعندي ناحيه الرايت انترنال جاجولا بيتحد مع مين مع سب كليفيان عشان يعملوا ايه الرايت ميكروسفال، والاثنين مع بعض يعملوا لي سبير فينا كده. تمام، طبق الكلام ده على الرسم عندنا، احنا عندنا هنا برضك بيتكون شنط البلط زي ما اتفقنا، ومكتوب اعتقد في البرزنتيشن عندك ان هو شنط ما بين الانتيو وبوستيو، والشنط ما بين الانتيو رايت وليفت. تمام، شنط ما بين الانتيو بس كابنا بين بس ناحيه الرايت وناحيه الليفت. تعالوا نطبق الكلام ده، بس هننزل دي تحت السنه كده. ايوه يا اخو الجزء ده خليه يطلع ايه؟ خليه يطلع انترنال شكله فين؟ ده الجزء اللي هو ايه؟ انتيريو ليفت. طيب للشانل دي تعمل ليفت ريكيو سفافه، نيجي ناحيه الرايت الجزء الفوقاني ده رايت انترنال شكله، طب والجزء اللي تحته ده رايت ريكيو سفافه. طيب وهنا جزء ده ده السيبيريو فينا كيفا، السيبيريو فينا كيفا انا طبعا عندي هنا في الميدل هنا في ساينس بنود صح، اللي هتعمل انا جزء من الاتريوم تعمل وايت اتريوم، بس السيبيريو فينا كيفا عشان يوصل لوايت اتريوم لازم يعدي من كومن كاردينال ناحيه رايت ولا لا، لازم يعدي كده، يبقى السيبيريو فينا كيفا كام منين؟ من رايت انتيريو وكومن كاردينال كمان الاثنين، من رايت انتيريو وكومن كاردينال. طب قولوا لي انتوا هنسال اسئله لما نخش في حته ثانيه، عندنا الليفت انترنال جاجولا طالع منين؟ ايه؟ سمعوني، ليفت انتيريو كاردينال فين. طب الليفت بيكوسفاليك من ايه؟ الشنط بين الاثنين انتيريو كارنال فين. طب الرايت انترنال جاجولا منين؟ الرايت انتيريو كارنال فين. طب الرايت بريكو سفاليك الرايت انتيريو. طب السيبيريو فينا كيف؟ الرايت انتيريو و البوكس مال بارت بتاعه من الكومن كارنال والديستال بارت من الانتيريو كارنال فين او رايت انتيريو كارنال فين. نيجي ناحيه الليفت، فاكرين لما كان عنده سنه بنص لها ايه؟ تطلع هورن كده نسوم باي لون تاني، كان لها الهورن اهو. تمام، يبقى انا عندي هنا حاجتين كومن كاردينال فين والليفت هورن، حاجتين مش حاجه واحده. الليفت هورن ده اتفقنا بيطلع ايه؟
هنا ساينس. طب الليفت كومن كاردينال فين اللي هو هنا ده يطلع لي ايه؟ يطلع حاجه اسمها اوبليك فين اوف ليفت اتريوم. اوبليك فين اوف ليفت اتريوم اللي بيصب في الكورنري بعد كده. طيب البوستيريو كاردينال فين بقى في الناحيتين بيحصل له ديسابيل لان في سيستم تاني هيقوم بمكانه تمام، ما عدا جزء صغير من البوستيريو بيعمل حاجه اسمها سوبيريو انتر كوستال فين. يعمل ايه الليفت سبلنتر كوستال فين اللي كان بيدرين البلاد منين؟ السكند والثيرد، ويروح يصبوا فيه في الليفت بتسبك. تمام كده؟ يبقى الصوره بتاعتنا اللي هي قدامنا دي عندي ادي الانتيريو كابنال ودي الكومن ودي البوستيريو الانتيريو ودي الكومن ودي الايه؟ البوستيريو. وده عندي الشنط بتاع البلط هنا. تمام؟ يبقى ليفت انتيريو ده ايه؟ فهمنا الجاكت. تمام؟ وبعد كده هنا ليفت ريكيو سيفالي. وبعد كده عندنا هنا وايت انترنال جاكت. طب وبعد كده الحته دي وايت بريكيو سيفاليك. وبعد كده عندنا السيبيريو فيناكيفا. كل ده سيبيريو فيناكيفا وهنا برضه سيبيريو فيناكيفا. عندنا الساينس بنوزن لها ليفت هور بقول لك لازم كل 20 مينت تعمل اكتيفيتي تعمل انت احتني عملت الاكتيف. طبعا المحاضره توصل ل 40 دقيقه فما بيلحقش يعمل حاجه في المحاضره الطويله شويه الواحد ممكن يعمل شويه اكتيفيتي شويه. نيجي يا جماعه للهورن بتاعنا. الليفت هورن هنا هيطلع مين؟ كورنري ساينس. تمام؟ والجزء ده اللي هو الليفت كومن كاردينال هيطلع مين؟ اوبليك فين اوف ليفت اتري. وقلنا البوستيريو كاردينال هيحصل له جنريشن على الناحيتين ما عدا ناحيه الليفت هيبقى منه جزء صغير هيعمل ايه؟ سيبيريو انتر كوست. هتلاقي في البوستيريو عندك والانتيريو كاردينال فين برضه. تمام؟ بس كفايه علينا بوستيريو. طيب البوستيريو كاردينال فين او منطقه الكلام اللي بنتكلم فيه ده كله موضوع في منطقه النك ما اتكلمناش لسه على بيت البادي. والبوستيريو كاردينال فين اللي المفروض ياخد من بيت البادي بشنرين يبقى لازم يتكون ايه؟ يتكون سيستم جديد. وخلي بالك السيستم اللي احنا اتكلمنا عليه على بيت اللاين فين ده عمل لي الايه؟ اللي عمل لي البوتر سيركيليشن. زي ما احنا ما اتكلمناش على السيستماتيك سيركيليشن اتكلمنا على البوتر بس. فبيتكون 3 سيستم اوف فينز عشان يبدلوا مكان الكاردينال ده. ادي واحد وادي اثنين وادي الايه التالت. احنا اتفقنا اللي فوق كان منطقه السيرفايكال يبقى انا بعد كده تجاوزا كده منطقه الايه؟ السواسك وبعد كده الابدومن وبعد كده منطقه الايه؟ البلفس. ده بيسموه سوبرا كاردينال وده يسموه صب كاردينال واللي تحت يسموه ساكرو كاردينال. يبقى انا عندي صبوة وصب وساكرو وكل واحد من دول فيه شنط البلاد ما بينهم الاثنين ما بين الرايت والليفت. وعشان نفتكر موضوع الابدو من هنا احنا نمسك الكيدنيز كده عشان هو بيبقى في منطقه الكيدنيز. انا عندي البوستيريو كاردينال فين ديجنريت حل محلهم انا عملت بوتر سيركيليشن لكن السيستماتيك لسه ما كملتهاش عملت النك بس صبوه وصب وسكرو صبوه فوق وصب في الميدل وسكرو تحت. تمام نمسك الصبوه كاردينال دي الصبوه كاردينال بتاعتي
قلت لك في شنطه للبلد كده، يبقى في فين نصبه فيه. تمام؟ تتخيلوا الصبه كامله الفين دي ناحيه الرايت هنا تعمل ايه؟ انا في منطقه ايه؟ انا في منطقه الصور صح؟ بتعمل ايه؟ طب وناحيه الليفت تعمل لي يهمي نظايبس. والشنط اللي في النص دي هتعمل ايه؟ اللي هو الشنط اللي ما بين الهيمازايجوس والازايجوس. تمام؟ يبقى الصبغه في منطقه الصبغ فتعمل ايه؟ ازايجوس ناحيه الرايت طبعا، والهيمازايجوس ناحيه الليفت طبعا، والشنط اللي ما بينهم اللي هتعمل ايه؟ الشنط اللي هي ما بين الازايجوس والهيمازايجوس. نيجي اللي بعده اللي هو ايه؟ ساكو كاردنال فين. هنرسم الكيدنس كده. سوري الصب. ادي الصب كاردنال فينز، وادي الايه؟ الشنط اللي ما بينهم الاثنين. تمام؟ الشنط دي هتعمل لي فين؟ فين جاي من الناحيه دي، الناحيه دي ايه؟ يبقى ده مين؟ الليفت فين. يبقى الشنط ما بين الاثنين او الانستموس ما بين الاثنين صب عملت لي ايه؟ الليفت فين. بعد كده الجزء ده اختفى كده او حصل له جنريشن. تمام؟ الجزء التحتاني ده، ده فين جاي من تحت وبالصفت في الليفت من الفين، يبقى هو ايه؟ جونادل. ليفت جونادل، لان الليفت جونادل بيصب فين؟ في الليفت من الرايت في الفينيكير. الجزء ده عمل لي مين؟ الانفيريور فينا كيف الشانل طلع على فوق. يبقى انا عندي الفيبر كيف انا كونت منه جزئين حتى الان. اول جزء اللي كان في الهيباتيك فيجن كان من الرايت بتلاين فين في المنطقه بتاعه الابدومن او بيسموها فينا الفيجن، يعني هيتكون منين؟ من الرايت سب كاردينال فين. الرايت سب كاردينال فين. طيب والليفت سب كاردينال فين هيعمل لي ايه؟ ليفت جونادل. طب الانستموز الشانل اللي عملت ايه؟ ليفت فين. نيجي لاخر جزء اللي هو الايه؟ السقفو كاردن. عندي برضك اثنين كده وفي بينهم انستموز برضه. تمام؟ السقفو كاردن ناحيه الرايت برضك هيعمل لي انفيفينيكيف. يبقى انا كده خلصت الثلاث بتاع انفيفينيكيف. طيب الاتشان اللي رايح لي من الناحيه دي كده دي تعمل لي ايه؟ ناحيه الليفت. عملت لي ليفت كومن الياك فين. عملت لي ليفت كومن الياك فين. في تفاصيل ثانيه طبعا انا ذكرت بس الحاجات دي اللي ايه؟ اللي بذكرها بس اللي مكتوبه في بيستيشن. فبس حاجات ثانيه. يبقى في من كده بيتكون من ثلاث اجزاء. ايه هما؟ رايت ليتل لاين في منطقه الليفر او الهيباتيك فيجن، رايت سب كاردينال في منطقه الكدني، ورايت ساكرو كاردينال في منطقه الايه؟ البلس. يبقى بنلخص الموضوع يا جماعه، ادي عندي الايه؟ ده الصب اهو عمل لي ايه؟ الازايجوس والهيمازايجوس والشنط اللي ما بينهم. وبعد كده منطقه الكدني عمل لي كده جونادل ليفت بينا سيبوفينيكيف، صح ولا لا؟ جونادل ليفت بينا انفيريو بينيكيف. تمام؟ الثالث عمل لي كده ليفت كومن الياك، وبعد كده ايه؟ في بنكيف. تمام؟ وهنا مين اللي هيكمل في بنكيف من فوق؟ الرايت بيت اللاين. الرايت بيت اللاين فين. تمام؟ عندنا يا جماعه عندنا كام سيستم الفينز اهو في البادي. ادي الايه؟ بتلاين من اليوكسات والامبليكال من البلاسنتا، وعندنا الكاردينال فين في الايه؟ في البادي.
عندنا هنا سيبتم ترانسفيرسال اللي هو يعمل الدرفام، يبقى تحت على طول في الليفر. وادي الساينس بنوزس فيها كام فين؟ ادي الكاردينال، وادي اللي في اللاين، وادي اللي الامبيليكال فين. اول حاجه اتكلمنا عن بتاع اللاين فين، عملوا ايه؟ انستموزس، وعملوا بلكسس اوف فين جوه السيبتم ترانسفيرس، تمام؟ فعملوا لي هنا الايه؟ بلس ساينسويدز، ولسه ستيل كونكتد، طالع رايت وليفت رايحين الساينس بنوز لسه. المرحله الثانيه عملوا الاستموز حوالين اللوب بتاع الانتستين تحت اهو، اللي هو الايت شيب، اللي هيطلع لي في الاخر ايه؟ بورتال فين، وعمل ايه؟ الساينسويدز برضه. جالي الامبيليكال فين، ادي ليفت امبيليكال فين، عمل لي ضغط هنا او شنط اسمها ايه؟ ضغطس بنوزس، هتروح تصب مباشره فين؟ في الانفيريور فينا كيفا. عندي هنا الفيتال لاين فين، الرايت فيتال لاين فين، عمل لي انفيريور فينا كيفا، وعندي الشنط دي اللي هتعمل لي الانستموزس او شنط البلاد. ادي الكابنال فين، ادي الرايت، سوري ده الليفت وده ايه؟ الرايت. وادي الشنط ما بينهم اهو. وادي الساينس بنوزس وبدات تدخل في الاتريوم. ولها رايت هون وليفت هون. اول حاجه الجزء ده هيعمل ايه؟ الانترنال جاجلا. وهنا؟ ليفت فيكتور سيفاليك. وهنا؟ الانترنال جاجلا. رايت فيكتور سيفاليك. وبعد كده يسميه بين كيفا، ومين تاني معاه؟ الكاردينال فين. يبقى الكومن كاردينال ناحية الرايت بيعمل سبيو فينا كيفا. طب الكومن كاردينال ناحية الليفت عمل ايه؟ الاوبليك فين اوف ليفت اتريوم. والليفت هون عمل لي كورونا وساينس، انهم بيصبوا مع بعض. البوستيريور كاردينال ده هيحصل له ايه؟ ديجنريشن معايا ده سمول اريا، تعمل لي ليفت سبيريور انتركوستال فين. وادي عندنا اهو، ادي الكورونا وساينس، وادي الاوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم اهو، واحد يصب في كورونا وساينس. عندي هنا في واحده عندنا طبعا السيستم فاي ده الكارنال فين اللي هي موجوده في النك، لكن عندي بعد كده مين ده الصبوه اللي هيعملوا لي ايه؟ ازايجوس وهيما ازايجوس والشنط اللي ما بينهم. المنطقه دي منطقه الرينال، هيعمل لي الليفت جونادل، الليفت بينال، والانفيريور بينا كيف. المنطقه دي اللي هي ايه؟ ساكرو. ادي ليفت كومن الياك، وادي مين؟ انفيريور بينا كيف. دي بردك بس متان نفسك. يبقى اللي فيه بين كيفا متكون من ثلاث مناطق، الساكرو كاردنال من رايت ساكرو كاردنال فين، الرينال من رايت ساب كاردنال فين، والهيباتيك من رايت بتل لاين فين. فكلهم ايه؟ رايت، خلي بالك كلهم رايت، ساكرو ساب بتل لاين بالترتيب كده من تحت لفوق. اكتب لي هنا ريد اونلي، ماشي؟ نيجي يا جماعه الفيتال سيركوليشن. الفيتال سيركوليشن ايه اللي بيحصل في السيركوليشن اثناء البريجننس؟ البلط عندي ارتيريال وفينس بلط او اوكسجينيتد ونون اوكسجينيتد، بمعنى صح يعني. النون اوكسجينيتد بلط او سوري الاوكسجينيتد بلط هيجي منين؟ امبلايكال فين. يوصل الهارت ازاي؟ مين في النص؟ فيو فينا كيفا. يبقى ادي بلاسينتا او امبليكال فين دخل في الليفر، دكتس بنوزس على الفيو فينا كيفا، على مين؟ على الرايت اتريوم. النون اوكسجينيتد بلاد بيجي لي من الابر هاب اوف ذا بادي عن طريق مين؟ السبيو فينا كيفا. يبقى انا عندي الرايت اتريوم عندي تو ستريمز اوف بلاد، اوكسجينيتد جاي من الانفيريوم، ودي اوكسجينيتد جاي منين؟ من السبيو. ده يروح فين وده يروح فين؟ الانفيريور ده الاوبننج بتاع الانفيريور فينا كيفا قدام الفورمال اوفان مباشره، وعندي فالف في الانفيريور فينا كيفا بيحوطه بيخليه بدل دايركت بلاد فين؟ على الفورمال اوفان مباشره. يبقى الاوكسجين بلاد جالي هنا وراح على من رايت اتريوم على فين؟ ليفت اتريوم. طبعا من ليفت اتريوم هيروح ليفت فنتريكل، من ليفت فنتريكل ليه؟ للاورك. طيب الدي اوكسجينيتد جاي من السبيو فينا كيفا دايركت مباشره على الايه؟ على الاوبننج بتاع التراكسبت فالف، وينزل على فين؟ على الرايت فنتريكل، على البلمونري هيلاقي الطريق مسدود فيحصل له ايه؟ شنط عن طريق الدكتس ارتريوزس على الايه؟ على الدورسال اورتا. يبقى كده الدورسال اورتا بقى فيه ايه؟ ميكس بلاد اوكسجينيتد ودي اوكسجينيتد.
واحنا قلنا اثناء الامبريو ميكس بلاد مش مشكله، لكن بعد الليبر يبقى هنا هيحصل ساينوز وممكن يحصل ايه مشكله. تمام، يبقى انا عندي الاكسجينيتد بلاد جاي من امبليكال فين بالبلاسينتا طبعا، يعدي من خلال الليفر من داكتس ارتريوزس، يقوم عامل لي شنط على الانفيو فينا كيفا، الانفيو فينا كيفا يوصل البلاد مباشره على فين، على الليفت اتريوم. ليه؟ عشان الاوبننج وصل الاوبننج، وعشان الفالف الموجود للدايركت بلاد الناحيه دي، وكمان عشان البلاد عالي او بريشر عالي في الرايت اتريوم عن الليفت اتريوم، صح ولا لا؟ قبل الليفر مش بعد الليفر. الدي اكسجينيتد جاي من السبيو فينا كيفا ينزل على الرايت اتريوم، مواد اتريوم على الرايت ايه؟ فينتريكل على البلمونري، يلاقي الطريق مقفول يروح لفين؟ دكتس ارتيوز وينزل في الاورطه. تمام؟ بعد الدليفري بقى يحصل ايه؟ بيحصل اول حاجه الميديت اكسشنجز وحاجات ليه بعد تتفضل. اول حاجه البلمونري سيركيليشن طبعا تشتغل. فبناء عليه يحصل لي فورم اوفال دي، يحصل فيها ايه؟ كلوزر. ليه؟ لان انا فاكرين عندي سبتم براين والسبتم سكندم، سبتم براين ناحيه الليفت والسبتم سكندم ناحيه الرايت. البريشر عالي فين؟ ناحيه الليفت. قوم زقه ومسكر فورم اوفال. تمام؟ بعد كده طبعا الدكتس ارتيوز يحصل لها ايه؟ كلوزر، ويحصل لها ناورنج الاول، ويحصل لها كلوزر، وليتر اون هتعمل لي ليجامنت. بيكون لي شويه ليجامنت كده. اول حاجه الليفت امبليكال فين اللي هو كان جاي من البلاسينتا ووصل الليفر وعمل داكتس ارتريوزس عشان يعمل شنط، يحصل له ابليتريشن ويعمل لي ليجامنت اسمه ليجامنتم تيبس. فاكرين في الليفر كان عندي فيشر فوق ليجامنتم فينوزا وفيشر فوق ليجامنتم تيبس، يبقى الليفت امبليكال فين يحصل له فيبروز يعمل لي ليجامنتم تيبس. طب الداكتس فينوزا ليجامنتم تيبس ليجامنتم فينوزا طبعا. تمام، الدكتس ارتريوزس تعمل لي ليجامنتم ارتريوزس. فاكرين لما قلت لك الامبليكال اوترز اللي طالعين من الدورسال او ما نصح جايين من الدورسال اورطه رايحين على البلاسينتا، قلت لك البوكس نبات اللي ماسك في الاورطه هيعمل انترنال ايدي، لكن الديستال بات البين هيعمل ايه؟ ميديال امبليكال ليج. طب ليه مش ميديال امبليكال ليج؟ هو طالع من البلاط. اي نعم ماشي، لكن هو ده اليورين، لا مش اليورين هو ليجن، ولو مفتوح هيعمل ديسترج اليورين من الامبلايك صاله وكونجكت انهم ليه. لكن ليه هما ميديا مش ميديا؟ ميديا دي تديك دلاله انهم كم واحد؟ اثنين. الانترنال الياك واحد ولا اثنين؟ اثنين. هو ميديا معناه ان انا عندي واحد رايت واحد ليفت، انما ميديا لو كلمه ميديا يبقى ايه؟ واحد بس في النص. انا عندي ميديان امبليكال ليجامنت اللي هو الاوبليتيتد يوريكاس. تمام، لكن انا عندي اسمه ايه؟ ميديال. يبقى الميديال يعني اثنين، لان انا عندي الانترنا الياك اثنين. تمام، في اي اسئله في محاضره النهارده؟ انا معانا كهوت يعني. في اي اسئله في محاضره النهارده؟ طيب بالنسبه لامتحان العمل او براكتيكال في الفاينل، يعني احنا عندنا هيستولوجي وعندنا انترنال مورفولوجي وعندنا راديولوجي، صح؟ راديولوجي وهيستولوجي يعني مع بعض. بالنسبه للهيستولوجي لازم تبقى عارف اكزامبل لكل يعني الماسكولار ارتري والالاستيك ارتري، تمام؟ واللارج فين والكابيلاريز، هما تلات انواع كابيلاريز، تعرف الاكزامبلز بتاعتهم. تمام؟ نقول تاني يعني النظري كله ده هما 10 كلمات ما تعرفش. يوم العشر كلمات المسكولار ارتري والالاستيك ارتري واللارج فين والثلاثه كابيلاريز اللي هم الفينستريتد وال تعرف الاكزامبلز بتاعتهم، يعني ده موجود فين وده موجود فين وده موجود فين. صعبه عشان ما تجيش تقول احنا ما اتفقناش، ما جاش نظري. اوكي، بالنسبه للصور هتيجي ملفات العمل عادي، لا يمنع ان انا ممكن اسالك في الامبريولوجي في العمل، يعني ايه اعلم لك على الاورطة مثلا ولا لك الاورطة جاي منين، الصورة عندك في الملف العملي والنظري عندك بذاك وانت تمتحن بيه. اوكي، في اي استفسارات تانية بخصوص الامتحان بخصوص المحاضرات؟ طبعا اخر محاضرة معاكم ان شاء الله، اشوفكم على خير بقى ربنا ادانا العمر نكمل معاكم اخر سنة في اليو جي انتر باذن الله.
Thank you.